السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. اليوم حنحضروا مع بعض كيفية تحضير شوربة ليتفي غنية جدا مليحة في هذا الشتاء، هذه البرودة. فيها الخضار، يعني وجبة كاملة، نقولها بالدرجانة الزمان، نقولها البراقة. أول شيء هنا نحتاج إلى حبة كبيرة تاع بصل مقطعة رقيقة، نحتاج إلى قطعة تاع الدجاج. هنا عندي نص ربطة تاع حشيش الشوربة، عندي ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة. هنا عندي بالنسبة للتوابل، عندي فلفل كحل، فلفل عكري، راس حانوت، ملح. هنا عندي حبة طماطم كبيرة مبشورة. هنا عندي نعناع جاف. هنا عندي كاس تاع البراقة، هنا تكون هذيك الرقيقة تجي صفرا، لأنه كاين هذيك يجي بيضة، يعني أنا ننصحكم الصفرا هي أحسن. هنا عندي حبة تاع الجزر وحبة تاع القرعة مقطعين إلى مربعات صغيرة. أول شيء هنا ندير الزيت في القدرة، نضيف لها حبة بصل مبشورة، عفوا مقطعة رقيقة، نقلي البصل تاعي حتى يذبل، ما يذبل البصل شوية. راح نضيف قطعة دجاج، نقلي نحمص الدجاج تاعي مليح. هنا راح نضيف التوابل مباشرة، نضيف الطماطم اللي كنت سكرفشتها باش ما يتحرقوليش التوابل. نحمص مليح الدجاج تاعي، كي تبدا تتجمر هذيك الطماطم راح نضيف حشيش الشوربة، او كيما تقولها حشيشة مقطعة. نزيد نخليها تتجمر شوية، ثم راح نضيف الخضار، نقليها جيدا مع الدجاج. نضيف شوية حميصة، نسيت ما ذكرتهاش في الأول، نديركمش حميصة. هنا بالنسبة اللي يحبوا طماطم مصبرة، يعني تقدروا تديروها درك، أنا مش راح نديرها دركا لأنه عندي مريض في الدار، يعني ما يلزملوش الطماطم، يعني راح نحيلو حقهم قبل، من بعد ندير نضيف الطماطم في الأخير. كي تشوفوا الخضار بتاعكم يعني الجمرة تبدأ تخلص من المرقة، نمرقو على جهة. نديرو الماء الساخن هكذا ونمرقو الشوربة تاعنا، ونخلوها طيب على نار قليلة. لما طيب كامل المكونات اللي راهي هنايا نرجعو فيما بعد. إذا هنا بعد ما طابت الخضرة مع الدجاج، ضفت طماطم مصبرة، الآن راح نضيف ليتلي ونخليها حتى تطيب حوالي 10 دقائق، نطفي عليها ونقدمها لكم ان شاء الله على طبق التقديم. هنا من قبل ما نطفي عليها نسيت نضيف النعناع اللي يقص. اذا الشوربه تاعي هنا راهي طابت كما راكم تلاحظوا. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، اذا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير تبارطاجيو الفيديو، تشاركوا به الاصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.